وقد شرع الله تعالى للمؤمنين أن يفرحوا ويكبروا عند انقضاء الشهر، ولذلك قال جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، على ما هداكم لطريقه وسبيله القويم الذي هو طريق السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. والتكبير هو قول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وجاء عن سلمان بإسناد جيد أنه كان يكبر فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. وكيفما تيسر لك من صيغ التكبير عند تمام العدة وكمال الشهر فذاك فضل الله عز وجل الذي يسره لك، فكبر قائما وقاعدا وعلى جنب. ولذلك ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التكبير يكون بانقضاء الشهر، سواء كان ذلك بتمام الشهر بغروب شمس يوم 30 إذا تم الشهر، أو بإعلان رؤية الهلال إذا كان الشهر ناقصا. فإذا أعلن الليلة أن غدا عيد وأنه أول شهر وأنه أول شهر شوال، فينبغي للمؤمن أن يبادر إلى التكبير على هذا القول. وقال جماعة من أهل العلم أن التكبير يكون بعد صلاة الفجر عند الغدو إلى الصلاة، والأمر في هذا واسع، فمن كبر بعد الإعلان فذاك وارد عن جماعة من السلف، ومن تركه إلى ما بعد فجر غد فذاك ورد عن بعض السلف. والمقصود أن يشتغل بتكبير الله عز وجل وتمجيده وتحميده بكل صيغة ممكنة. وأفضل ما جاء في ذلك ما ثبت عن الصحابة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عنه صيغة معينة في التكبير. وقد ذكرت صيغتين: قول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هكذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وجاء عن سلمان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. فهذا أو ذاك أو غيرهما من صيغ التكبير كله مما يشرع به المؤمن عند تمام العدة، عند كمال العدة ودخول شهر شوال.